احداث كتير جدا بتحصل في مصر في خلال هذه الفتره، ومنها محاكمات السيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلي والسيد حبيب العدلي وسته من معاونيه. هنتكلم النهارده عن اهم المرافعات داخل جلسات المحاكمه، وهنتكلم عن الاعلان الدستوري، وده هيكون مع استاذ سامي عبد الواحد. بنرحب بحضرتك، نهارك سعيد. اهلا بحضرتك استاذ سامي. في البدايه كده، علشان هو ده شغل شاغل الناس، انه الفتره اللي فاتت كده كان في فتره كده كنا ايه نسينا فيها محمد حسني مبارك واعوانه، ونسينا المحاكمات شويه كده. دلوقتي رجعنا تاني اهو نتابع ونشوف ايه اللي هيحصل، والمتابعه دي طبعا مهمه جدا عشان الناس كلها تاخد الدرس كويس. عايزين نتكلم عن دستوريه محاكمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، عايزين نعرف عنها اكتر. والله احنا الدستور اللي معمول بيه حاليا هو الدستور سنه 71، فلما صدر الاعلان الدستوري اللي في شهر مارس اللي فات يعتبر ابطل العمل بالدستور ده. واعتقد ان الاستاذ فريد الديب لما اتكلم على المحاكمه بتاعت حسني مبارك وقال ان في دستوريه القانون بان الماده 78 منه بتقول ان حسني مبارك لسه رئيس الجمهوريه او ان هو قائد القوات الجويه لحد قمة دلوقتي، الضحك يعني بجد. يلا. يعني هو لازم طبعا يدور على اي اسانيد او ادله انه يدي بيها البراءه. لكن انا هرجع تاني للاول خالص من اول المحاكمه، وارجع واقول ان كان في خلل في ادله الاتهام ضد المتهمين بالكامل، لان النيابه كانت مستعجله، واللي كان مستعجلها المتظاهرين بالضغط على النيابه. فلما جت تحرك الدعوه الجنائيه ضد المتهمين كان تحريك الدعوه الجنائيه دوت بادله غير كافيه، لان المفروض ان قائمه ادله الثبوت اللي بتنزل ضد المتهمين المفروض ان هي بتبقى كافيه، وبيكون فيها ترتكل لعده ادله بتكون قويه لتحريك الدعوه الجنائيه ضد المتهمين. فلما يكون الادله ديت مش موجوده بالتالي يبقى قائمه الثبوت ديت هتبقى ضعيفه، ومن حق المتهم ان هو يطعن فيها او محاميه يطعن فيها زي ما هو عايز. وبالنسبه للدستوريه طبعا احنا هنتكلم تاني في الحته بتاعه قائد القوات الجويه، دي بيرتكن فيها الاستاذ فريد الديب للقانون اللي اصدره الرئيس الراحل انور السادات رقم 35 لسنه 79. ده قال فيه ان القاده للافرع الرئيسيه اللي منهم الرئيس حسني مبارك لو في اي حد منهم بياخد رتبه العسكري مدى الحياه، مدى الحياه. لكن لو اضطرت الظروف ان هو يبقى رئيس مدني او ان هو ياخد وظيفه قياديه مدنيه، فبالتالي يبقى هو في الحاله ديت مدني ويحاكم كانه مدني. فلما تنحى الرئيس هو رجع وقال ان هو اصبح حاليا قائد القوات الجويه. فقائد القوات الجويه ديت على انه عسكري، فاللي يبقى مختص بان هو يحقق مع النيابه العسكريه وفي نفس الوقت اللي يحاكمه المحكمه العسكريه. طيب دلوقتي حضرتك اتكلمت عن الدفوع اللي قدمها الاستاذ فريد الديب في محاكمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك. دلوقتي هنتكلم على الدفوع اللي استخدمها محامي السيد حبيب العدلي. الاستاذ عصام البطاوي اعتقد والاستاذ محمد الجندي، هما المحامين الاثنين، ولسه المرافعه بتاعتهم شغاله وهتستكمل يوم السبت. الدفوع اللي قدموها؟ اهم الدفوع طبعا اللي بيتكلم فيها ان مفيش فاعل اصلا. ودي برضو من ضمن الحاجات القويه جدا في اي محاكمه جنائيه. عشان يبقى في شريك لازم يبقى في فاعل اصلا. فهو بيتكلم في الجزئيه دي وبيرتكن اليها قوي جامد جدا، على ان لو ما تقدم الفاعل الاصلي للمحاكمه فبالتالي المفروض ان يبقى في شريك. لكن ازاي يبقى في شريك وما فيش فاعل اصلي؟ وارتكن برضو لان في 500 ضابط من اعوان وقالوا ان هم الذراع الايمن لحبيب العدلي وان هم ادواته، والناس دي تتحقق معاها والشكوى اتحفظت ضدهم، فبالتالي ما فيش جريمه على حبيب العدلي. ده دي ركن من الاركان اللي بيتكلم فيها او سبب من اسباب البراءه، ودي طبعا كلها في الاخر بس بنطمن الناس ان هي بتبقى في ايد القاضي. طبعا القاضي هو اللي في ايده الميزان. كويس جدا. تمام. كويس جدا انه الدفوع دي في الاول وفي الاخر اللي هيفصل فيها هو القاضي. بالظبط. طيب هل الدفوع دي ممكن تكون تخيلاتنا بقى، يعني السيناريوهات اللي ممكن نحطها، هل تكون مقنعه، ممكن تكون مقنعه للقاضي ولا؟ والله انا اعتقد كده من الناحيه القانونيه لحد دلوقتي القاضي نفسه هو مش عارف هو هيحكم ليه، لان لسه ملمش خيوط القضيه. القضيه بيبقى فيها مرافعات كتابيه، فيها مرافعات شفويه، وده حصل منها جزء كبير لكن لسه في استكمال للمرافعات وفي متهمين تانيين. بالنسبه للاثباتات، الاثباتات هي فيها خلل زي ما قلت من الاول، طالما ما فيش فاعل اصلي برضه بكرر الجزئيه ديت من الناحيه الجنائيه، يبقى الشراكه او الشريك دوت بالمساهمه او بالتحريض او بالمساعده يعتبر مش موجود.
وطبعا في ادله كتير جدا المفروض ان هي اتنسخت وان هي اتشالت من القضيه الله اعلم بيها. ما انا بس عايز اعرف من وجهه نظر حضرتك احنا بنتعامل بقى مع القضيه على انها عامله ازاي؟ القضيه من ناحيه القاضي الطبيعي والناحيه المدنيه يعني انا الميول بتاعتنا بنسبه 90% او الخبراء كلهم القانونيين قالوا ان هي ممكن تبقى براءه. لكن انا عايز ان اشير لحاجه بان في كان محاكمه القرن السابق سنه 90 كان في قضيه شبيهه بس معكوسه. كانت قضيه قتل الدكتور رفعت المحجوب. فكان فيها المتهمين مسمينا محاكمه القرن السابق. ايوه. المتهمين فيها اساسا رغم ان المحامي اترفع 3 ساعات متواصله وسموها محاكمه القرن لان هو قعد 3 ساعات يتكلم في ادله براءه واتكلم في 100 دليل. 100 دليل كاملين يقول فيهم ان المتهم ده بريء والناس كلها قالت الناس دي هتاخد براءه. وفي الاخر القاضي ادى اعدام للثلاثة وانشدوا فيها انشوده منهم واحد من المتهمين غنى الاغنيه بتاعت غرباء ديت ودي يعني من اشهر المحاكمات السابقه. لكن احنا دلوقتي في وضع معكوس لان القاتل هنا المفروض ان هو صاحب منصب وبيقتل شعب. فهل القاضي هيبقى زي القاضي اللي فات؟ دي بقى اللي بيسالها لضمير القاضي ذاته واللي بيرجع فيها لمبدا الاقتناع الجنائي الحر للقاضي. احنا مش عايزين بس نشكك في نزاهه القضاء واكيد القاضي يعني هيحكم بالعدل. اكيد طبعا. سواء بالبراءه او بالادانه للمتهمين. في كل الاحوال انا حتى في حلقات سابقه. اصل هي فكره انه ما فيش دستور دي وبنتكلم على طبيعه التاريخ شخصيه القاضي ايا كان ده بيفصل ما بيفصلش في حاجات كتير برضو يا استاذ سامي ولا ايه؟ مظبوط لان طبعا بطبيعه الحال النيابه هتقول انا بطلب اقصى عقوبه. على المتهمين وهي الاعدام. ومن الخلل التشريعي برضو ان النيابه اللي بتقول اقصى عقوبه لو واحد من المتهمين اخذ اعدام هي اللي بتعمل نقض. وفي نفس الوقت برضو مع نقض المتهم ونطول وفي طعون. ولو اخذوا براءه برضو من حق النيابه تطعن. تقييم حضرتك لاداء فريد الديب؟ والله هو كمحامي طبعا ما حدش هيشكك في قدراته. لكن هو من ناحيه القضيه دي ليها وضع خاص. وكنا نتمنى ان المحاكمه ما تكونش بالشكل ده. زي ما ناس كتير جدا من فقهاء القانون قالوا ان المفروض ان المحاكمه كانت تبقى محكمه ثورة لان في غضب شعب في ناس بتغلي. المفروض ان في ناس لها حقوق. الله اعلم مين اللي مات ومين اهله ومين اللي اتصاب. لكن احنا في النهايه المفروض ان كان يبقى في محكمه ثورة وليست محكمه قدام قاضي طبيعي لان القاضي الطبيعي قدامه اوراق وقدامه ادله وقدامه قائمه ثبوت وقدامه برضه شهود نفي. يعني ما ننساش اقوال السيد عمر سليمان في القضيه. في كل قضيه او كل جزء من القضيه بالنسبه للمتهمين تقريبا نفى الاتهام عن الكل. سواء الرئيس السابق او وزير الداخليه السابق. ولسه طبعا المحاكمه شغاله وما نعرفش نتيجتها ايه او القاضي هيحكم بايه. لكن الشواهد كده بتقول للناس كلها ان المفروض دلوقتي يبقى في دليل يعني في حلقه مفقوده في القضيه. الحلقه دي اللي بتوصل للحكم المفروض باقصى عقوبه ودي مش موجوده. لو رحنا بقى للناحيه الثانيه واللي كان حاصل طبعا الفتره اللي فاتت واول جلسه من جلسات مجلس الشعب يعني مش حابه ان انا اعيد اللي حصل مره ثانيه. خلاص الناس اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي بس تعليق حضرتك على اللي حصل على الجلسات الداخليه جوه مجلس الشعب في اول لقاء ليهم تعليقك ايه على القصه دي؟ يعني اولا هم العدد كبير جدا بنسبه تزيد عن 90% من الاعضاء دول اعضاء جداد. فبالنسبه لهم الموضوع يعني حاجه جديده وده اي حد بيبقى جديد لازم ان هو ما خدش على الجو لسه زي ما بنقول كده. لكن اللي واضح ان في اغلبيه والاغلبيه ديت احنا بنعول عليها ان هي تجيب الخير لمصر زي ما هم قالوا في شعارهم اللي هم الاخوان المسلمين ونتمنى ذلك ان شاء الله. لكن احنا دلوقتي طالما في مجلس الشعب يبقى اعتقد ان المؤسسه الاساسيه في مصر دلوقتي اكتملت اركانها. فنستنى اما نشوف برضو اللي جاي ايه من ناحيه الدستور ومن ناحيه رئيس الجمهوريه ومش هنسبق الاحداث. لكن في كل الاحوال الامور مبشره بالخير ده اللي نقدر نقوله ولازم نكون متفائلين. لازم نكون متفائلين لان الحمد لله دلوقتي الامور بدات تنتعش. وحتى لو بصينا باختصار شديد كده او حاجه مثال قريب جدا البورصه. نشوف امبارح جابت ارباح كام ومن حوالي 4 5 ايام قبل الاربع دوت يوم الاربع كانت جايبه كام؟ من 3 مليار ل 16 مليار. طب يعني ويزيد. الواقع مبشر اهو. لا مبشر ومتفائلين، يعني انا شخصيا كمحامي عندي في خلال الاسبوع اللي فات وانا من ضمن 500,000 محامي في مصر عامل 5 شركات. فخمس شركات لما انشئهم جديد فاعتقد ان دي حاجه مبشره من ناحيه الاقتصاد. فيعني اللي بنقوله ان مصر ان شاء الله هتبقى خطواتها اللي جايه
تعتبر المفروض مبشرة بالخير، وإن شاء الله إن شاء الله الخير يعم على الكل، بس تمشي باتجاه الهدوء والتفكير والعقلانية والحالة اللي بتسود دلوقتي للشعب المصري بالكامل، ان هو يتمنى انه يكون عايش في خير بعد ثورة الغضب اللي عملها. معلش يا مان، هو بما ان حضرتك بتتكلم يعني على الهدوء النسبي اللي المفروض تعيشه البلد دلوقتي علشان نقدر ننهض كده بالبلد وتبقى بلد متقدمة وفيها الكثير من العلامات المهمة الفترة دي، ازاي ممكن ده يحصل وفي ثوار كتير جدا في ميدان التحرير بيطالبوا وبينددوا بانه خلاص لازم الجيش يسلم السلطه؟ حضرتك مع اولا المطالب دي، وحضرتك شايف ازاي ممكن الهدوء يحصل طول ما الموضوع ما تسلمش او طول ما الموضوع بيطول؟ والله احنا بالنسبه لتسليم السلطه لمجلس رئاسي مدني او لرئيس مدني او الكلام ده كله، ده وضع يبقى خلاص يعني قضي الامر فيه، يعني كده كده لازم يبقى في رئيس مدني، أيوة كده يعني كده المجلس يعني العسكري. حضرتك يعني مع لكن الرأي اللي التوقيت بيقول زي ما استنينا سنة نستنى 6 شهور يعني ولا؟ لا، مش هنقول في ترتيب دلوقتي اتعمل او جدول زمني المفروض ان هو بيتوفى خطوه بخطوه. الخطوه الاولانيه بتاعت مجلس الشعب وانتهينا منها، بيقولوا مجلس الشورى والمفروض دوت في خلاف والناس اتكلمت فيه الفقهاء وخلاص بالنسبه لمجلس الشورى. الدستور والرئيس ماشي، هناخد وقتنا عادي ونشوف موضوع الدستور، رغم ان ممكن الفتره تقل عن كده، يعني احنا بنقول لحد اقصى 30/6، لكن ممكن تخلص قبل كده، ممكن تخلص في ابريل، يبقى في رئيس ويبقى في دستور وكل حاجه، بس نجيب ناس متخصصه في الدستور تقعد تحط دستور مظبوط، ما تبقاش اغلبيه، ما تبقاش اغلبيه مايله ميول معين، لا، لازم يبقى الدستور وافي وكامل لكل فئات الشعب وكل الطبقات ومرضي لكل الناس. كان في دساتير والله كويسه كانت معموله ومرميه دستور يعني 23، محطوطه في الادراج يعني، ممكن دستور سنه 23 عظيم جدا، وناس فقهاء الدستور قالوا عليه باستثناء الفترة بتاعت رئيس الجمهورية أو البند دوت بالذات أو الباب ده، ماشي نشوف رئيس الجمهورية وصلاحياته إيه، هل هو هيبقى برلماني ولا رئاسي ولا مختلط ولا إيه بالظبط، لكن أبوابه كلها من الناحية المالية والاقتصادية وكل حاجة والاجتماعية مفيش بعد كده دستور 23. رؤية حضرتك المستقبلية لمصر من ناحية الاجتماعية والاقتصادية ومن ناحية كل حاجة، رؤية مبشرة بالخير ولا إيه؟ والله أنا متفائل بصفة عامة كده، متفائل ومن بدري أنا قلت الكلام ده يعني في أوقات تانية، وكل اللي حواليا بقول الكلام ده، لكن في بعض القوانين اللي اتحطت الأيام اللي فاتت، أنا بقول من ناحيتي أنا كقانوني أو من ناحية المحاكم والقضايا اللي موجودة، زي قانون الأسرة لازم يبقى فيه الحاجات دي فيها تعديلات، زي قوانين الضرائب نفس الحكاية، يعني عشان الخلل الأسري وصلنا يعني لمرحلة يعني أنهي بنود اللي حضرتك بتقول إن هي لازم تتغير في مثلا في قانون الأسرة؟ يعني اللي عمل مشاكل كبيرة جدا الأيام اللي فاتت من ناحية العملية المفروض إن هو الرؤية والاستضافة، أعتقد دي لازم يبقى ليها يعني مغزى تاني، ولازم إن هي تدرس كويس جدا وتتحط بأسلوب أحسن من كده، ويبقى فيه عقوبات رادعة على الطرف اللي بيخل بحقوق الطرف التاني. طب ده بالنسبة لقانون الأسرة، إيه اللي حضرتك شايفه تاني لازم يتغير؟ قانون الضرائب أعتقد برضو لازم يبقى فيه تعديل على إن يبقى فيه ضريبة تصاعدية، والناس برضو اتكلموا فيها كتير، أنا بتكلم بصفة عامة طبعا، لكن المتخصص في حاجة زي ديت هو اللي كان يقدر يفتي أكتر في إن حاجة زي قانون الضرائب دوت يقدر يبقى مورد رئيسي للبلد مع العاملين بالخارج، مع قناة السويس، مع غيره، يبدأ إن يبقى فيه بقى سيولة مادية ومصر تقف على رجليها من جديد وبأسلوب أفضل وبناس أحسن، ما تبقاش ناس زي اللي فاتت، ولا يبقى فيه فساد مالي ولا فساد اقتصادي ولا سياسي. وايه تاني من القوانين اللي حضرتك برضو يعني دول حاجات مهمه جدا، قانون الرؤيه والضرايب دي حاجات بتهم الناس فعلا، في ايه تاني برضو كان يعني حاجات كانت مزعجه بالنسبه للشعب المصري وحضرتك شايف ان هي لازم تتغير؟ اعتقد ان الدستور نفسه لازم ياخد في الاعتبار حاله الثوره والمطالب الرئيسيه اللي قامت عليها، اللي طبعا الشعارات اللي الناس كلها عارفاها، العداله والمساواه وكل الحاجات دي لازم في الاول تبقى في الدستور، لان بناء على الدستور هتتحط كل قوانين تانية، لان المحامين دلوقتي او اي حد قانوني بيستنى حتى المحكمه من تلقاء نفسيه لو اتعرض عليها قضيه وفي نص قانوني معين مخالف للدستور بيقضى بعدم دستوريته بعد ما الناس بتاقلم نفسها وبيبقى خلاص المراكز القانونيه اتحددت، فلازم الدستور نفسه هو ده نمره واحد يبقى محطوط باسلوب كويس جدا ويناسب العصر اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه بعد الثوره. بعد ان شاء الله ما انتخابات الرئاسة تكتمل ويجي وقتها وتخلص، ايه بقى السيناريو بتاع الساحة في مصر ممكن شكله يبقى عامل ازاي؟
تفتكر انه من ضمن يعني ثقافتنا اللي احنا مكتسبينها ان احنا هنفضل طول الوقت ممكن يبقى مش عاجبنا العجب، ولا برضه هنسلم وهنستنى وممكن تبقى شخصيه الرئيس اللي جاي ممكن تبقى شكلها عامل ازاي، تعاونها مع الشعب المصري هيبقى عامل ازاي؟ متهيألي ان احنا في مصر هنا الناس كلها مش زي بعض، وعندنا نسبه كبيره جدا خلفها النظام السابق، خاصة موضوع الفقر والجهل والكلام دوت، والنسبة ما تقلش عن يعني قالوا 40% قالوا 50%، المهم ان في نسبة كبيرة جدا محتاجة ان اوضاعها تتعدل. لازم العشوائيات، لازم المرتبات، لازم حاجات كتير جدا يتبص لها بصة جديدة. بس في مشكلة نراعي فيها الشعب والناس. في مشكلة، هم اوريدي حطوا جزء كبير لعلاج مشكلة العشوائيات. بس الواحد بقى عنده بقى ايه القصة بتاعت ان هم ادوا جزء للعشوائيات وهنقف. وهنستنى بقى لحد ما الدنيا تزيد اكتر ويحصل فيها اكتر، زي ما كان عندنا وعي ونزلنا في الانتخابات عشان ننتخب، ولكن الناس ما كانتش فاهمه قوي، بدليل انه في ناس انا اعرفهم راحوا انتخبوا وكانوا مش عارفين بعد ما انتخبوا بفتره مين اللي انتخبوه ده اذا كان كسب ولا لا اساسا. ايوه. فاحنا عايزين في انتخابات الرئاسه يبقى عندنا البرامج علشان نبقى فاهمين هيعمل لنا ايه. انا بنتخب على اساس ايه؟ أيوة. يعني الناس بالزبط. مش بتنزل تنتخب، ممكن في ناس ما كانتش عارفه هي تنتخب مين، هم بالزبط. عارفوا هم في الطابور يا انتخبوا ده مثلا ده كويس يدخلوا ينتخبوه. هنحقق ده ازاي دلوقتي؟ احنا بمجلس الشعب احنا بنتكلم في عدد كبير جدا من الناس المرشحين، يعني دايره زي دايره مدينه نصر دي كان المفروض ياخدوا واحد بس من ضمن 114، الساحل او شبرا نفس الحكايه 142 واحد عشان ياخدوا واحد بس، لكن انا بتكلم في رئيس دوله. رئيس الدوله اكيد المعايير بتختلف، بيبقى المفروض ان رئيس الدوله دوت لما يكون عدد المرشحين بيبقى اعتقد مش هيزيد عن 10 15 واحد، وكلهم كل واحد ليه تاريخه، وكل واحد منهم من ضمن الناس المحتملين اللي موجودين دلوقتي على الساحه كل واحد ليه برنامج وليه اهداف معينه. فيمكن يكون الناس ديت في فئات كتير جدا من الشعب من اللي هتروح تنتخب كل واحد ليه واحد معين في دماغه ان هو هينتخبه، لكن لو مشينا بالميول بتاعه مجلس الشعب اعتقد ان الوضع هيتغير ويبقى الرئيس مختلف لو رشحته جماعه الاخوه المسلمين. يعني ممكن الرئيس برضو يبقى احتمال كبير مسلم. يعني انا لحد امبارح قاري مثلا في ده شكل موقع الدوله هيتغير خالص كده، ان بدا دلوقتي الدكتور عبد المنعم والفتوح الاخوان تدعم. فلو واحد زي دوت اتقال عليه او اتشاور اليه بالبنان اعتقد الوضع هيختلف، وممكن ده مع انسحاب البرادعي وانسحاب يعني مرشحين تانيين كانوا مرشحين لرئاسه الجمهوريه ممكن يدي فرصه اكبر لمرشحين الاخوان. لسه في ابريل اعتقد هينزل المجموعه اللي المفروض مرشحه نفسها من الانتخابات الرئاسه، فاللي موجودين حاليا على الساحه هيزيد عليها ناس تانيه وممكن ناس تنسحب تاني، لكن كل واحد برضه عارف مين اللي يقدر ينتخبه كرئيس جمهوريه. لكن عضو مجلس الشعب في عدد، المهم ان الحكايه تحصل في ميعادها، ميعادها ومحدش يعني مش ايه عايزين نقول انه مجلس الشعب الشورى الرئاسه الدستور. اخوان الدستور ولو ولو احنا 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 زي ما احنا بندي هنديهم الثقه، لو ما حسيناش انه النتيجه لصالحنا كل ده هيتفور. لازم يكون عندنا قدرة على ده، زي ما قدرنا ان احنا نعمل ثورة زي 25 يناير يبقى عندنا القدرة ان احنا بس نديهم بس الفرصة يعني يشتغلوا. ايوه قبل ما نشيلهم يشتغلوا نشوف شوية، نشوف النتيجة وثمار الناس دي ايه، ثمرة جهودهم ايه، اذا كان هيبقى في مجهود وفي خير فعلا لمصر، خصوصا ان ربنا نشوف. يكون في عون بجد اي حد هيتولى مصر، لان في حاجات كتيرة جدا كانت بايظة وكان في فساد كتير جدا واقتصاد واقع وتعليم واقع وصحة واقعة وعشوائيات، يعني ربنا يكون في عونه ومش هيلحق يعني في خلال شهور ان هو يعمل تنميه في كل المشاكل اللي كانت موجوده. انا معاكي طبعا، المرحله دي صعبه جدا واي حد هيجي الله يكون في عونه، لان هو يبقى عليه اعباء كبيره جدا والعيون كلها عليه. يعني ده رئيس ورئيس دوله ودوله مش قليله، اللي مسك رئيس قبل كده في اقل من 30 مليون واللي مسك في 50 مليون، احنا دلوقتي في 85 مليون. وبعدين اصبح ان كل واحد دلوقتي فاهم في السياسه وفاهم في الاقتصاد وفاهم في الاجتماع وفاهم في كل حاجه في الدنيا. يعني لا هو بالفعل الناس كلها بدا يبقى عندها وعي ودوت، يعني بان جدا في الانتخابات. يعني كان مين يتخيل العدد المهول اللي نزل دوت؟ لا بغض النظر عن الغرامات او الكلام، في توغل غير عادي للافكار اللي بدانا نكتسبها في السياسه، ده حتى الاطفال دلوقتي ما شاء الله بقى عندهم يعني وعارفين بالاسامي يعني بيبقى قاعد كده ويقول فلان الفلاني، ده مفيش كلام الاطفال بتتكلم في البيوت. لا الاطفال دي برضو اطفال ثوره.
مستقبلا كده دي مبشره، لان الولاد الصغيرين مع الاسره بالكامل بدا يبقى عندها وعي ثقافي وبدا يبقى عندها وعي سياسي، والحمد لله على كل حال، وبنتمنى الخير دايما لمصر كده ان شاء الله. استاذ سامي عبد الواحد المحامي بالنقد وعضو جمعيه المحامين العرب، نورتنا النهارده في نهارك سعيد. الله يخليك، شكرا. شكرا يا استاذ سامي، وبشكر كل مشاهدينا اللي شافونا النهارده، كنا معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء. هنشوفكم بكره ويوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد.